أنا عانيت من السرطان لمدة من 2006 حتى لدابا. جاني سرطان الرحم وجاني سرطان الثدي والآن جاني سرطان الرحم وسرطان الثدي وفي الباغوا يعني في الكرش ديالي. فعلا تعالجت بالمادة الكيماوية لمدة دابا من ذاك الوقت وأنا كنتعالج غير بالكيماوي. والحصص الأخرانية كانوا ثلاثة، كل كيماوي فيه ثلاثة الأنواع الكيماويات يعني. وتهديت وما كنتش كنقدر نمشي، ما كنتش كنقدر نخرج، كنت دائما عندي ضيق النفس، كنت ملي كنعس ما كنكونش مرتاحة، ما كنعش مزيان، كتافي كيحرقوني، ظهري كيحرقني، ركابي كيحرقوني. بالحقيقة جاء واحد الصديق عيط لي قال لي نعيمة أنا بغيتك تعالجي بهذه المادة هذه، وحاولي ما أمكنش. في راه الناس بزاف اللي تعالجوا من السرطان بهذه المواد هذه. قلت له فين هذه المواد وشكون كاي هذه وهذيك؟ والسيد بعيد. جا صيفط لي بنت خالو وبقات كتقلب على هنا في قنيطره معايا، لانني انا من الساكنه القنيطريه، وقلبت على سميتو على المقر وجيت وخديت داك الفطر الريشي بالانواع ديالو بجوج، وكناخذ سبيرولا وكناخذ كروليرلا. والحمد لله في ظرف 5 ايام ما بقاتش عندي النهجه، وليت كنتمشى، وان شاء الله انا غادي نستمر في العلاج مع انني عندي عمليه شيب. قالوا لي غادي ندير عمليه شيب من هنا واحد شهر ونص، وقالوا لي غادي ندير ستيليو نهار 4 في الشهر الجاي. وانا طلب مني الدكتور وحسين انني نعجل هاد نبعد العمليات بواحد شهر، ناجل العمليات بواحد شهرين ولا 3 شهور حتى نشوف الفن تاع هاد المواد. قال لي ان شاء الله غادي يكون خير. ولا لقيتي راسك كتعالجي وهاد 25% اللي بقات لك بريتي منها، فما كانش لاش لا تشيب ولا داك السيليو ولا والو. انا كنطلب من اللي كيشوف هذا الفيديو حسب ما شفت انا في خمس ايام ماشي اكثر، انني وليت كنمشي وليت كنتحرك، وما كنتش كنقدر نهضر هكا، كنت كنهضر مقطع يعني النفس ديالي ضيق جدا. ومع انني مازال ما خديتش الماديات نتاع هذاك البرنامج الخماسي الماسي، يلا خديت غير ثلاثه ديال الانواع يعني سبيرولا وهذا الفطر الريشي بالانواع ديالو بجوج. وانا كنتمنى من الناس كلها انها يجربوا هذا المنتوج، ونتمنى ان شاء الله لعلاج الجميع الناس، لان المرض خايب.